يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند، أولى حلقات السنة الميلادية الجديدة 2021. كل عام وحضراتكم بخير، وبإذن الله بإذن الله تكون سنة سعيدة على كل الأمة العربية وكل المصريين والأهلوية كمان في كل مكان، وإن شاء الله تكون سنة جديدة حافلة بالألقاب والإنجازات والبطولات للنادي الأهلي بإذن الله تعالى. النهارده حلقة مهمة جدا هنتكلم فيها في بعض التفاصيل الهامة، سواء تتعلق بمباراة الأمس وتعادل الأهلي أمام فريق وادي دجلة، وهنتكلم كمان في بعض الأخبار المحلية والعالمية، وقبليهم طبعا كل الأمور الجديدة اللي بتتعلق بنادينا الحبيب النادي الأهلي. تتواصلوا معنا النهارده من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. وسؤال الحلقة: ايه هي امنياتكم للاهلي في عام 2021؟ وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير كما هو المعتاد من حلقه الترند النهارده، لكن دايما البدايه بتكون باهم العناوين. نشوف في ترند الاهلي: الفريق الاول راحه من التدريبات اليوم. الترند المحلي: تعديل مواعيد الدوري بسبب مونديال اليد. أما في الترند العالمي: تأجيل مباراة فولام وبيرنلي بسبب كورونا. ماتشات كتير النهارده في مختلف الدوريات. خلينا نبتدي بالدوري المصري، والنهارده مباراة وحيدة اتلعبت حتى الآن ما بين سموحة وسيراميكا كليوباترا، انتهت بالتعادل السلبي 0-0. أعتقد دي رابع مباراة في الدوري هذا الموسم تنتهي بهذه النتيجة. طلع الجيش بيلعب في هذه اللحظات أمام الاتحاد السكندري مباراة قوية جدا، وابتدت بالتحديد الساعة 5. ومباراة السهرة النهارده في الدوري المصري هي مباراة إنبي والزمالك الساعة 7:30، أيضا من ضمن المباريات المهمة. الدوري الانجليزي في عدد ايضا من المباريات في الجوله ال 16 تحديدا. توتنهام فاز على ليدز يونايتد في مباراه ابتدت الساعه 2:30، 3-0 لتوتنهام. ألدرويرلد جاب الجون الثالث وسون الجون الثاني، وهاري كين الجون الاول من ضربه. هاري كين ثنائي رهيب في الحقيقه في الدوري الانجليزي. كريستال بالاس بيلاعب شيفيلد يونايتد في مباراه بتبتدي في هذه اللحظات ايضا، والتعادل ما زال سلبيا. وبرايتون هيلعب الساعه 7:30 مع ويلفرهامبتون، والساعه 10 بالليل ويست بروميتش ألبيون مع ارسنال، مباراه ايضا مهمه للفرقتين في الحقيقه. الدوري الاسباني في عدد من المباريات: فيا ريال مع ليفانتي، مباراه انتهت 2-1 لفيا ريال. ريال بيتيس الساعه 5:15 مع اشبيليه. ختافي مع بلد الوليد الساعه 7:30، وبالليل الساعه 10 ريال مدريد مع سيلتا فيجو، من ضمن ايضا المباريات الهامه لكل عشاق ريال مدريد. دي اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات حول العالم. لكن في كلام كتير جدا بالتحديد عن مباراه الامس وبعض الاخطاء اللي حصلت في هذه المباراه تحديدا في اتجاه التحكيم، هنتكلم عنها بشكل مفصل، وهنشرح كل حاجه، وهنوضح لحضراتكم كل ما يتعلق بهذه المباراه، بس استنونا بعد فاصل.